بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. كيف يعرف المبتلى أنه ابتلاء رفعة للدرجات وليس بذنوبه؟ الابتلاء من أفعال الله عز وجل، والله عز وجل لا يفعل إلا لحكمة، ولا ينزل بلاء بمؤمن إلا وفيه من الحكم ما الله به عليم. فقد يكون البلاء تنبيها من غفلة، فيكون الإنسان بعد عن باب الله وقصر في حق الله عز وجل، فينزل الله به بلاء ينبهه به من هذه الغفلة ليعود إلى ربه سبحانه وتعالى. وقد يكون تكفيرا لذنب، فيكون العبد أذنب ذنبا فينزل الله به البلاء تكفيرا لذنبه. وقد يكون رفعة للدرجة، فيكون الله أراد بالعبد منزلة في الجنة فلم يبلغها بعمله، فينزل به البلاء ليبلغ تلك الدرجة في الجنة. وإذا نزل البلاء، يقول العلماء، المؤمن يحسن الظن بربه ويسيء الظن بنفسه. يحسن الظن بربه والله عند ظن عبده به، ويسيء الظن بنفسه، يقول ما نزل بي هذا البلاء إلا من ذنبي، ويراجع نفسه ويتفقد حاله ليرجع إلى الله سبحانه وتعالى. والبلاء يا إخوة أيضا قد يكون تكفيرا للسيئات. وعلى كل حال، لا ينزل بلاء بالمؤمن إلا لتحقيق مصلحة له أو دفع مفسدة عنه. فالابتلاء من الله لحكم عظيمة، لكن لا يعتني الإنسان بأن يعرف هل هذا البلاء لكذا أو لكذا، وإنما يحسن الظن بربه ويسيء الظن بنفسه حتى يكون ذلك سببا لخيره ورجوعه إلى الله سبحانه وتعالى.